نتحدث عن الأسعار وما أدراك ما الأسعار. الأسعار من نار تسويت مع سفيان بن فرحات في شوفيان. شوفيان شوفيان. الأسعار من نار والكذب الرسمي في المضمار. يلزمنا نعرف اللي السياسة عادة ما تتقارن بالكذب في كل أصقاع العالم، والوعود الزائفة والدمغجة والتسويف على سبيل الذكر للحصر هما أشكال من الكذب على الناس من قديم الزمان، ولازم نزيدوا عليهم الكذب عن طريق الإخفاء لمنصنج باق أوميسيون. واليوم في تونس على ما يبدو الحكومة اللي وقفة في سقيفة لهم تلقى ولهم علقة، تغالط في الناس في مسائل تهم حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية ومسائلهم الحياتية. من شهر رمضان لليوم توسط الشهر واحنا عايشين على وقع الانتخابات، كلنا فرحانين باعتبار انتصار الديمقراطية واختيارات الصندوق والشفافية وسيرة المؤسسات رغم المناطق الرمادية اللي تحث بالانتخابات. والاقتصاد والمقتلة الشرائية في الأثناء استغلوا المسؤولين والاحتكاريين والمضاربين المواسم الصيفية والأعياد وكذلك ما بين أعياد والعودة المدرسية والانتخابات باش يعملوا فينا شطح بطح. من جهة يتبجحوا بأن الدينار تحسنت وضعيته وفي نفس الوقت زادوا في نسب الفائدة. حاول تفهم قال الاخر يا بالحرام تقوم ريكاردو وآدم سميث وكينز من قبولاتهم لا يمكن يفسروا هذا الظواهر. من جهة ثانية راه زيادات في الأسعار ولت يومية ومش موسمية وفي كل القطاعات، تمشي تقضي تلقى زيادات في كل المنتوجات كل 3 ولا 4 أيام، ولا وزارة التجارة تصدر بيانات ولا وزارة الشؤون الاجتماعية تتفاعل ولا منظمات الأعراف ولا حتى النقابات، كلهم ساكتين. أشرب ولا طير قرنك، هذاك المقرص هذاك المعجون. وفي الأثناء الناس كل تحكي على تكوين حكومة جديدة، أشكون ماشي أشكون جاي أشكون متحالف مع شكون، ولات رياضة وطنية وهواجس يومية، وناسين اللي الأسعار ردت البلاد في حالة حليلة وقفة المواطن هزيلة ومعللة شيلة بيلة. ما عدا الخبز والمقرونة والكسكسي حتى حد ما يحكي على تجميد الأسعار رفقا بالمواطن التونسي اللي كلاه الدمار. هذا الصباح أنا نشرب في قهوتي حكيت الحكاية الفاكروني في جنينة، يا أخي قال لي أي وشنو مخ الهدرة، قلت له ما ناقص كان القرد يعلق مشم الورد، قهقها قهقها فاكرونية صباحية، وقال لي الليلة ليلة واش تحقيق نديل، العروسة طويلة وباب الدار قصير. شوفيان شوفيان تظهر لي بالحق الحكاية متاع الأسعار.